ما هو الضابط في خروج الإنسان من السنة؟ أهو الاعتقاد أم العمل أم هما معا؟ كما هو معلوم في خروج كلي وخروج جزئي. والخروج الكلي كالبدع المكفرة التي يكفر أصحابها، فهذا خروج عن السنة ودخول في الكفر والعياذ بالله. وهناك بدع غير مكفرة ولكن أصحابها أهل بدع وإن كانوا داخلين في أنهم مسلمون، كالفرق 72 فرقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فاثنتان وسبعون فرقة من المسلمين هم أهل بدع وضلال، ولكنهم ما وصلوا إلى حد الكفر، فهؤلاء يعني يعتبروا مسلمين ولكنهم أهل بدع. والذي هو على السنة من كان على ما عليه رسوله وأصحابه. جزاكم الله خير.